السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. موديل النهاردة سهل جدا، ويعني عايزة أقول لكم صيفي جميل ومميز إن شاء الله. كده نعمل لايك جميل ونبتدي على بركة الله. موديل النهاردة نقدر نعمله من بواقي القماش، من عباياتنا اللي مش محتاجينها، من لبسنا اللي مش محتاجينه. أنا هنا بشتغل على ظهر القماش، وهشتغل لعمر صغير شوية، عمر السنة والسنة ونص، عشان طلبته الموديلات دي كتير في العمر ده. تمام؟ طيب انا بطبق كده اهو. لو انا جايبه قماش عرض 150، انا مش هحتاج اكتر من نص متر بس، زي ما قلت لكم انا هنا مش محتاجه اشتري قماش. يعني لو عندي عبايات مش محتاجاها كده في زون حلوه، يعني عبايات ناعمه، هعمل منها الموديل وهيبقى مميز جدا. هساوي القماش بتاعي كده، ودي خطوه مهمه وضروريه جدا. تمام؟ الخطوة اللي بعد كده ونركز فيها، عشان بنعيدها ونزيدها كل مرة، ولكن لازم نركز فيها عشان الناس الجداد. وبنرحب بكل المشتركين الجدد، ما تنسيش لو أول مرة تزور القناة دوسي على زر الاشتراك عشان يصلكم كل جديد، وكمان تعملوا لنا لايك جميل يا أجمل متابعين في الدنيا. أنا بقيس كده البنوتة زي ما حضراتكم شايفين، تمام أهو. ولو أنا القماشة بتاعتي غليظة، يعني إيه غليظة؟ يعني ما فيهاش لكرة، هزود إيرتين عشان الطفل ينفع يقدر يلبسه. لو القماشة بتاعتي فيها لكرة، انا باخد القياس اللي انا لقيته بالظبط. تمام؟ فانا باخد كده نص اللي انا خدته اهو. وما تشتغليش بالقلم الالوان، انا بشتغل بس عشان الكاميرا. هاخد خط بالمسطرة اهو، انا خدت الخط بتاعي. والخطوة اللي بعد كده، وهي خطوة سهلة جدا، بلبس البنوتة حزام، وباخد من اول اعلى كتف بالشكل ده اهو لغاية خط الوسط اهو، لغايه خط الوسط بالشكل ده. لو انا قلقانه ولسه جديده وخايفه ومتوتره، زودي قراطين، مش مشكله، مش هتفرق كتير، ده عشان راحتك انت النفسيه مش اكتر. تمام؟ وبقسم المسافه دي كده بالنص اهي. خلاص كده انا حصلت على اهم نقط، ومش باترون ولا حاجه، انا حصلت على النقط المهمه اللي انا هحتاجها اهي. ما اعملش كده في القماش، ما عبد الرحمن بتعمل كده عشان الخطوط تبقى باينه، لكن انا بستخدم مارك او طباشير عادي من المكتبه علشان ما يبقاش يعلم في القماش. تمام؟ انا خدت المسافه هنا 13 سنتي، هي 13 سنتي هنا، عشان اعرف بس اخد الخط بتاعي يكون موازي بالشكل ده اهو. انا بعمل كده نقط. يعني ايه نقط؟ يعني انا مش محتاجه الخط ده. طب ليه عملته؟ عشان بس اوريكي ازاي انا باخد الدوران السد. انا بزود 3 اصابع بس اهو اهي. تمام؟ مش عايزه حكايه الاصابع دي، انا عايزه قياس. اروح جايبه المزوله كده على دوران صدر البنوته، واروح مزوده مساحه او براح بالشكل ده. براح ايه؟ براح 3 اصابع عشان الطفل يكون مستريح. دي الطريقه السليمه عشان تاخدي قياسات سليمه، دي الطريقه السليمه عشان الموديلات ما تطلعش معاكي ضيقه. تمام؟ اهي، واروح عامله على دوران بالشكل ده اهو. وما انساش هنا دوران الرقبه، لان الموديل صيفي فرقبته واسعة. يعني ايه رقبته واسعة؟ واسعة قد ايه؟ يعني هعملها 7 سنتي، 7 سنتي بالشكل ده، وهنزل كمان 7 سنتي اهو اهو، عملتها مدورة. تمام؟ مفيهاش اي مشكلة. هنزل هنا 1.5 سنتي، وبسرعة نقوم نجرب زي ما انا بجرب معاكم اهو في ملاية سرير قديمة مش محتاجاها، ورحت جايبة ملاية السرير عشان اعمل الموديل معاكم. مفيش حاجة مستحيلة، ومفيش حاجة تخوفني من ان انا استخدم القماش. انا دلوقتي ممكن كزمة خدة مش محتاجاه واعمل الموديل ده، ولو نجح معايا اكيد هكون مبسوطة، واجيب القماش وانفذ ومبقاش زعلانة ابدا. تمام؟ طيب شايفين خط الوسط ده اللي انا قلت لكم عليه؟ تمام؟ لو انت عايزة تزوديه كده حوالي 1.5 سنتي، زوديه عشان الموديل ما يبقاش قصير قوي اهو. تمام؟ ونركز قوي في الخطوة الجاية دي، لان هي خطوة جميلة اهي. شايفين؟ انا هاخد ده كده دوران اهو. شايفين عملت ايه؟ انا اخدت دوران. الدوران بدايته منين؟ بدايته من الابط. نركز في النقطة دي، واحلى وابسط موديل اهو دوران. خايفة من الدوران ده؟ هاتي طبق واعمليه، بس هيطلع معاكي مظبوط، ما تقلقيش خالص خالص. تمام؟ طيب كده انا كده خلصت الموديل بتاعي اهو، على بعد مسافة 1 سنتي كده، عشان هركب الكورنيش. حسبة الكورنيش عندي كام؟ حسبة الكورنيش شايفين النص ده، نص الدايرة ده، انا بضعف له من ناحيتي، انا ببقى ضعف. تمام؟ اعملي كورنيش كبير مش هيزعلنا، الكورنيش الكبير ما بيزعلناش. انا هنا
عملت دوران الامام زي الخلف عشان موديل صيفي كده وبيتي وخفيف. عايزه تعملي الرقبه ضيقه بدل ما تنزلي نفس الدوران ده، لا قلليه. تمام. طيب بصوا الموديل بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين، الامام والخلف، ومش محتاجه اعمل اي فتحات لان الرقبه واسعه زي ما حضراتكم شايفينها. بساوي القماشه دي عشان اعمل الاندر، وعشان اعمل الاندر حاجه بسيطه وسهله جدا جدا، ممكن اجيب الاندر من دولاب البنوته واعمله. دي كده القياس اللي انا محتاجاه اهو. هعمل هنا كده الكورنيش بتاعي اهو، هعمل كورنيش كبير شويه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبق القماشه، اي قماشه لايقه على الموديل اللي انا بعمله، اي قماشه متوافقه مع الموديل اللي انا بعمله كده. عرض الكورنيش بتاعي حوالي 8 سنتي عشان اعمل حساب ان انا هتنيه اهي، 8 سنتي بالظبط اهو. الناس اللي ما عملتش اللايك تعمل لنا لايك جميل من ايديها. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، موديلاتنا ان شاء الله متميزه ودايما دايما بتشجعكم يا رب. انا هنا برضو هعمل حاجه احتياطيه عشان لما احتاجها كده. خلاص عملت الكورنيش وعملت الموديل، فاضل معايا الاندر اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بطبق، جبت اندر كده من الدولاب اهو كده، مساحته كويسه بالاستك. هقص على نفس القصه، اخد في اعتباراتي القماشه لكره ولا مش لكره. تمام اهي، وازود هنا شويه، هطلع هنا بشكل مستقيم. شايفين انا طلعت ازاي؟ ما عملتش دوران ليه؟ لان انا عندي هنا استك هو اللي مجمع لي الجزء ده. تمام، وادي شكل الاندر، اول ما يركب الاستك هيجمع وهتلاقوه بسيط. هاخد الامام كده واحده منهم بس اهي، واروح مصغراها شويه، خش بيها قراطين كده ووصلها لغايه نفس الدوران زي ما حضراتكم شايفين كده. ويلا نشوف الخياطه مع بعض. اول خطوه بخيط الاكتاف معايا مع بعض، وتاني خطوه بجيب شريط اهو، بعرض حوالي صباعين بالكتير كده، وبشتغل من الظهر مش بشتغل من وش القماش، وبخيط على دوران الابط. خلاص خيطت وعملت تفتيح للقماش بالشكل ده عشان الخياطه تريح معايا، وباجي من ناحيه الامام اهو كده وش القماش، واروح تانيه صغيره، واروح جايبه تانيه عليها واخليها كده باينه عشان يبقى شكلها حلو بالشكل ده. نعمل لايك يا جماعه تشجيع لينا عشان نقدر نقدم المزيد والجديد دايما وباستمرار اهو. شايفين وبمشي على حرف الخياطه، اللون جميل جدا جدا، كل انواع القماش تنفع مع الموديل ده، خاصة الفسكوز والأقمشة الناعمة الطرية بتاعت الصيف والأقطان طبعا. شايفين ده كده شكلها، بعمل الاتجاه التاني ودوران الرقبة بنفس الطريقة. الرقبة اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو يا جماعة، كده التشطيب بتاعها هتتكوي طبعا، لو في اي خيوط زيادة بنشيلها. دلوقتي لازم ناخد الشريط نوضبه، بتني الشريط من اسفل اهو تنيتين صغيرين كده. خلاص تنيت الشريط، باخد كده من الطرف ونركز في النقطه اللي جايه دي. باخد، شايفين انا باخد كسره اهي، مش محتاجه حسابات او ارقام اهي، على وش الدواسه، وشها لوش الدواسه. تمام، واجي اخد الكسره التانية على بعد 2 سم كده، وشها الناحية التانية. فاهمين ازاي؟ تاني اهو، هتطلع معاكي مظبوطة جدا وبدون حسابات اهو. بصوا انا هاخد الكسره الاولى وشها لوش الدواسة، تمام، الكسره التانية وشها ليا اهو، اهي بتدي شكل حلو. مش حابة بقى تعمليها كسرات مفيش اي مشكلة، ولكن انا بوريك الموديل بس، هو بسيط قوي وسهل وتغيير كمان مطلوب اهو. شايفين كده، نظرك ميزانك هتلاقي نفسك بتظبطيها اهو، اهي قد بعضها اهي. شايفين
من غير مسطره ومن غير حاجه. ايه رايكم في الجمال والبساطه دي؟ ايه رايكم في شكل الموديل؟ هنعمل الناحيه الثانيه بنفس الطريقه ونقفلهم مع بعض وتبقى اول قطعه خلصت ان شاء الله. كده خلاص انا عملت الجزئين، هقلب كده اهو، ويا دوب هخيط الجزء بتاع الكورنيش ده بس. شايفين مظبوطه قد ايه؟ يا دوب الجزء بتاع الكورنيش بس هو اللي انا هخيطه. طبعا اعملي اوفر لو تقدري تعملي اوفر يكون افضل، لكن لو جبتي قماش نقيتي قماش كده ما بينسلش فده هيريحك جدا. ومشاريع الاطفال، ملابس الاطفال حاجه ما بتفصلش ابدا، بتبقى بتشتغل طول السنه. وعشان تسوقيها مظبوط لازم يكون عندك صفحه على الفيسبوك تنزلي فيها منتجاتك اونلاين، وتحاولي توفري خدمه البيع، وتحاولي تاخدي بالك من التفاصيل الصغيره دي، توفري خدمه التوصيل عفوا. بتحسبي القماش اللي اشتريتيه، بتحسبي الخامات اللي حطيتيها، حطيتي فيونكة، حطيتي حاجه، وبتحسبي شغل ايدك. وربنا يرزق الجميع اللهم امين. ان شاء الله هكلمكم باستفاضه عن طرق التسويق، ما تسوقيش للمحلات لان المحلات هتاخد حاجتك بثمن بخس، ما ينفعش محلات خالص. تسوقي على السوشيال ميديا، على الفيسبوك افضل حاجه، على الانستجرام اهو ده كده موديل. بصراحه اكتر من رائع، الكورنيش هنا لازم يجي على بعضه، لازم اكوي، لازم اهتم بالتفاصيل دي اهي. ده كده اول جزء معايا خلص، هاخد بقى ده كده الاندر. الاندر اهو يا جماعه سبت مسافه اللي فوق بتاعه الاستيك اللي هي 3 سنتي اهي. لو الاستيك صغير، لو عايزه الاستيك عريض بتسيبي حوالي 5 سنتي. وبعد ما خدت المسافه دي قسمت الجزء ده بالنص، قسمت الجزء ده بالنص فطلع لي هنا 4.5 وهنا 4.5 تمام. وهركب الكورنيش تمام. طبعا في دانتيل جاهز لو انت مش عايزه تركبي الكورنيش، لكن احنا عايزين نعمل نفس اللي عملناه في الجزء اللي فوق بنفس الطريقه، كسره اتجاهها للمكنه وكسره اتجاهها ليا. والاندر هنا اختياري، لو عايزه تعملي كورنيش في الامام او الخلف، او الخلف او الامام لوحده عفوا، او الخلف لوحده زي ما تحبي تمام. فانا بعمل كسره ناحيه دواسه وكسره ناحيتي انا بنفس الطريقه. ولازم اعمل هنا خط عشان يطلع مستقيم اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، نفس اللي عملناه في القطعه اللي فوق بالظبط. طيب اهو عملناهم دورين تمام. حط الجزء ده زي ما انتوا عايزين، عايزه تعملي الامام والخلف زي بعض اعمليهم مفيش اي مشكله تمام. انا بقفل هنا الجنبين واخد بالي بس ان الكسرات نازله على بعض، وبقفل الجنب اللي هناك كمان. الرجول ممكن تعمليها بالبيل اللي احنا عملناه، وممكن تعمليها ده الاستيك بتاع الاندر في دانتيل بالشكل ده وشكله لطيف. ده بيتباع في محل ادوات الخياطه يا جماعه، اي حاجه تخص الخياطه بتتباع في محل ادوات الخياطه، وممكن تعمليها بالشكل ده. بس طبعا موضوع الاستيك يفضل ويكون افضل. انا بس بعمل لك التمرين عشان خاطر تعرفي تعمل ازاي. في هناك اساتك بتتباع للاندر، طالما انا هعمل مشروع يبقى امشي صح واعمل كل الخطوات المطلوبه. اهو انا سويت كمان منطقه الحجر عشان يجوا على بعض وخيطتها. ممكن تحطي قماشه علشان قماشه من فانيلا قطن او حاجه في الجزء ده كده تمام. اخر خطوه بالنسبه لي هي ترتيب الاستك. طبعا لازم الاندر ده يكوي تمام. الاستك على حسب الاستك اللي هتحدديه، انا لقيت عندي استك مطاط المفروض هو استك رفيع عشان ما ياخدش مساحه، بتقيسي وسط البنوته بالظبط وتركبي الاستك. وما تيجي تركبي الاستك ما تركبوش بالشكل ده، لازم يبقى بالشكل ده اهو كده خلاص تمام. خدي الاستك من اول هنا اهو. طبعا لو عامله اوفر في المنطقه دي يكون افضل، وخدي بالك عشان الاستك ما يلفش منك اهو. اهو يا جماعة الموديل شايفين جماله وبساطته، ويحتاج الف لايك منكم، ويحتاج منكم المتابعة والمشاهدة الكاملة وطول الاصدقاء. وبشكركم جدا جدا جدا، وما تنسوش دعمكم يهمنا ويحفزنا للمزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.